حلو الجول الاخراني ده، نجم طبعا من نجوم الكره البرتغاليه، منتخب لعب مع منتخب البرتغال، واللقطات اللي انت شفتوها دلوقتي طبعا ليه اثناء مشاركته مع واحد من اكبر الانديه في البرتغال سبورتنج لشبونه. نجمنا النهارده في السادسه هو اوشيانو كروز، طبعا الحقيقه اللي يمكن ليه مشوار كبير جدا مع كره القدم كلاعب وكمدرب. اسمحوا لنا في البدايه نستقبله ونرحب بيه على شاشه الاهلي ونشكره طبعا على ظهوره معانا في السادسه. اهلا بيك. شكرا جزيلا لكم. طيب خليني في البدايه، الحقيقه احنا لينا وقفه كبيره جدا مع الكره البرتغاليه عموما، ويهمني كمان اقول انه الكره المصريه سواء على مستوى الانديه او على مستوى المنتخبات كتير ما كان ليها تجارب مع مديرين فنيين ناجحين من البرتغال، ابرزهم طبعا كان مانويل جوزيه اسطوره من اساطير التدريب في النادي الاهلي، حقق معاه بطولات كثيره جدا، ومؤخرا الحقيقه كان كارلوس كيروش واحد من اكبر الاسماء برضو تولى مسؤوليه المنتخب الوطني. هرجع للاثنين دول، بس خليني اسالك على الصفقه الاهم والاحدث واللي تشغل بال جماهير النادي الاهلي في الوقت الحالي، ريكاردو سواريش المدير الفني الجديد اللي بدا وتسلم مهام عمله رسميا، وكانت اول تجاربه امبارح في قياده الاهلي في مباراه في بطوله كاس مصر. ازاي بتشوف الخطوه دي، وازاي بتشوف قدرات ريكاردو سواريش وتقييمك ليه في الموسم الاخير اللي اضاف البرتغال؟ أعتقد أن الأهلي قد قام بعقد مهم جدا، فريكاردو سواريش من أهم المدربين الفنيين وعمل جيد جدا في البرتغال، وهو قادر على تحقيق نجاحات كثيرة مع النادي الأهلي، حيث أنه مدرب متميز ويستطيع تحقيق الكثير مع الأهلي، وأعتقد أن الأهلي أيضا سوف يحقق هذا وسوف يفوز دائما من فريق كفريق الزمالك. طيب جماهير الأهلي تعودت دائما على تحقيق الألقاب، والحقيقة في مسيرتنا كنادي قرن بالنسبة للقارة الأفريقية حققنا أرقام قياسية على كل المستويات محليا وقاريا وحتى في مشاركتنا العالمية، لكن على مستوى الأداء على مستوى ممارسة كرة القدم، إيه أكتر حاجة بتميز طريقة وأسلوب وفكر ريكاردو سواريش من وجهة نظرك؟ طريقة تدريب ريكاردو هي طريقة هجومية، ويستطيع ويفضل دائما اللعب مع فرق متميزة، وأعتقد أن طريقته الفنية في التركيز على الهجوم والتدريب المميز، ودائما يفضل تحقيق البطولات، وأنه مميز وهو يستطيع فعل الكثير مع هذا الفريق، وعندما يستطيعون التفاهم أو التعود على الطريقة الفنية لهذا المدرب سوف يستطيعون تحقيق الكثير، ويستطيعون اللعب بطريقة مميزة، وهكذا يستطيع مشجعين الأهلي دائما استمتاع بلعب النادي الأهلي. بالعودة لاسم طبعا المدير الفني الكبير كارلوس كيروش تولى مسؤولية تدريب المنتخب الوطني، وأنا عارف أنك يعني على علاقة وثيقة بكارلوس كيروش، وبالفعل خضت معاه تجربة العمل في مجال التدريب أعتقد مع منتخب إيران ومنتخب كولومبيا. هو بداية لماذا لم تستمر المسيرة مع منتخب مصر؟ هل عرض عليك أنك أنت تيجي معاه لمصر تتولى المسؤولية الفنية، ولا كان أنت عندك أولويات أو وجهة نظر مختلفة يعني؟ ببساطة كثيرة، خبرتي مع كارلوس كيروش من 2010 مع بطولات عالمية، وكنت مساعد له في تدريبه، وفي نفس الوقت كنت بعمل معه دائما 10 سنوات من اللعب سويا، ونحن لنا صداقة مميزة ودائما نعمل سويا.
دي بعد ذلك 7 سنوات في إيران و10 سنوات في كولومبيا. كونسيجي مستحقيق صداقة مميزة. وشفنا ان احنا نستطيع العودة مرة ثانية لتدريب فرق اخرى واكتساب خبرات مع فرق اخرى، ولكن هذه التجربة وصلت الى طريق النهاية، ولكن للأسف للأسف لذلك اننا وصلنا إلى لابد أن الخروج من هذا الطريق، بعد أن أعتقد أن نحن حققنا ما نستطيع القيام به من عمل مميز. إزاي شفت أو إزاي قيمت تجربته مع المنتخب الوطني، وهل استمرت حالة التواصل المستمر بينكم حتى بعد ما يعني كل واحد اتجه في اتجاه مختلف؟ زي شفتوا تجربته مع منتخب مصر، نجح معنا في الوصول لنهائي بطولة أمم إفريقيا، كان قاب قوسين أو أدنى من التأهل لبطولة كأس العالم. إزاي شفت مشوار كارلوس كيروش مع المنتخب الوطني المصري؟ طبعا أنا لقد حزنت كثيرا. أعتقد أنه عمل جيد جدا، وحزنت جدا على أنه قد خرج من مصر، ولكن يدرب الآن السنغال بنفس الطريقة وبنفس الفنية، ولكن الكرة دائما هكذا. أنا أعتقد أن أن المنتخب المصري لعب وأدى ما عليه، ولكن كان ينقصه بعض الأشياء، كان يفتقد لعيبة مميزة زي صلاح، وهو لاعب مميز على مستوى العالم، أعتقد أنه أفضل لاعب على مستوى العالم، وهكذا كرة القدم. وللأسف للأسف ما حدث لمنتخب مصر، ولكن أشعر بالحزن الشديد لعدم وصول فريق المنتخب الأهلي. يعني طوال فترة تواجده في مصر وطوال فترة تولي المسؤولية، كان يبدو أن مستر كارلوس كيروش شخصية هادئة جدا، أو ده الانطباع اللي أغلب الناس خدته عنه، شخصية هادئة جدا، دبلوماسي إلى أقصى مدى. لكن الحقيقة بعد ما ترك المنتخب وتولى مدير فني وطني مسؤولية تدريب المنتخب المصري، حصل من قبل مسؤولين تواصل جديد في محاولة لعودة كارلوس كيروش، ومن هنا بدأت الحقيقة حالة يعني توتر كبيرة جدا بين المسؤولين في الاتحاد المصري وبين كارلوس كيروش، تصريحات وتصريحات مضادة، اتهامات واتهامات مضادة. هل ده طبيعي معروف عن كارلوس كيروش؟ وإذا كان في تواصل بينك وبينه، إيه هي سبب حالة الغضب الكبيرة اللي وصل ليها كارلوس كيروش في التوقيت الحالي؟ متأكد أنه عنده حلم كثير أن يحقق بطولة العالم. أعتقد أن هذه مرحلة مهمة جدا، وهو يعيد تقييم الأشياء مرة ثانية، وهكذا حال كرة القدم دائما. وهو يحاول النظر، وهو يعتقد أنه كان يستطيع تقديم الأكثر والأكثر، ولكن أعتقد أنه ممكن أن يعود مرة ثانية، ولكن هذا قرار خاص به هو شخصيا. ولكن أعتقد أنه يوجد مساحة للحوار وللكلام حول عودته مرة ثانية. طيب هنتظر منك في الجزء الأخير من حواري إجابات سريعة. أطرح عليك بداية فرص المنتخب البرتغالي اللي وصل بصعوبة في يعني في ملحق لبطولة كأس العالم، هل تتوقع مع تقدم سن كريستيانو رونالدو وصوله ل 37 عام انه منتخب البرتغال يكون عنده قدره على المنافسه على لقب بطوله كاس العالم 2022؟ Eu acho que o Cristiano Ronaldo
أعتقد أن كريستيانو سوف يحاول، ولكن دعنا ننظر ماذا سوف يحدث. ولكن فريق البرتغال سوف يحاول بشتى الطرق. هو عنده 39 سنة، ولكن عندنا لعيبة أخرى، ولكن نفكر مرة ثانية في كيفية تحقيق البطولة عن طريق كريستيانو وعن طريق لعيبة أخرى في المنتخب. ولكن كريستيانو رونالدو عنده بعض المشاكل، ولكن رسميا طلب كريستيانو رونالدو من إدارة مانشستر يونايتد الرحيل عن صفوف الفريق. رسميا طلب كريستيانو رونالدو الرحيل عن صفوف مانشستر يونايتد. الكلام الحقيقة على اهتمام 4 أندية، وفي بعض الأسماء اللي ارتبطت باسم رونالدو في الموسم القادم، منهم بايرن ميونخ، منهم تشيلسي الإنجليزي، منهم نابولي الإيطالي، ومنهم أيضا روما الإيطالي. أي الوجهات تفضل بالنسبة لنجم الكرة البرتغالية؟ لاعب مثل كريستيانو رونالدو إذا ذهب إلى الأطرس إلى فرق أخرى، أعتقد أنه سوف ينظر بحماس إلى الفرق المتعددة ومن يستطيع تحقيق معه بطولات. ولكن هذا اختيار كريستيانو، وهو دائما يحقق النجاح لأي فريق. مين أفضل لاعب على مستوى العالم في الوقت الحالي من وجهة نظر أوشانو كروز؟ من الصعب لمدرب منتخبات. أنا أعبد صلاح، وأعتقد أنه من أحسن اللعيبة على مستوى العالم، ولكن من الصعب أن أحدد شخص بعينه. ولكن في صلاح، بابي، وأيضا برناكسي سيوفا، في يوجد العديد من النجوم المميزين، ولكن صلاح دائما الأفضل. وأيضا يوجد ميسي، نيمار، كريستيانو رونالدو، إنهم لعيبة مميزين للغاية. خليني أسألك على مستوى، حتى نستطيع تحقيق الجوائز، أعتقد أن صلاح دائما على مستوى هو الأفضل. الدوري البرتغالي وعلى مستوى سبورتنج لشبونة، يمكن كمان سبورتنج لشبونة في عدد من الأسماء اللاعبين المصريين اللي احترفوا في الفريق، وفي تجارب للاعبين المصريين في عدد من الأندية البرتغالية. التجربة الأبرز، مين أكتر لاعب مصري احترف في الدوري البرتغالي ولفت نظر أو شايف أوشانو كروز من وجهة نظره أنها كانت تجربة ناجحة؟ في الفترة الأخيرة لم نكن عندنا لعيبة كثيرة، ولكن اللعيبة المصريين مميزين على مستوى القارة الأفريقية، وأعتقد أن الكرة المصرية تقترب كثيرا من الكرة الأوروبية. وأعتقد أنهم بيلعبوا أكثر في المنتخبات المحلية. الأهلي يحتوي على لعيبة مميزة، وأيضا الزمالك. أعتقد أن المنتخب المصري يحتوي على العديد من اللعيبة المميزة المصريين، وهذا يميز الكرة المصرية. وعندنا لعيبة مميزة، صلاح في ليفربول، ولاعيبة أخرى مميزين في نوادي أخرى، وأعتقد عمر محمود جوزبورغو. أعتقد أن مصر اللاعب المصريين يستطيعوا تحقيق العديد من ويستطيعوا تحسين الأداء أكثر فأكثر، وهم قادرين على ذلك ويستطيعون الوصول للمنتخبات الأوروبية. والله نتمنى، يعني يا ريت الرسالة تكون وصلت. طبعا بشكر نجم الكرة البرتغالية أوشانو كروز، نجم البرتغال ونجم سبورتنج لشبونة، كل الشكر ليك على مشاركتك معنا في السادسة. كلامنا أكتر بقى عن اللي جاي، كلامنا امبارح الحقيقة.